أنا متأكد وعندي ثقة عالية بنفسي وبإجراءاتي، وأكرر سأمتثل وأحترم قرارات القضاء في كل وقت. بعضهم كان معول هم نفسهم قالوا الحلبوسي غادر، أنا لا مديت إيدي على المال العام وما تلطخت إيدي بدم عراقي ولي الشرف، وأرفع رأسي بين أهلي في كل وقت. المكانات اللي أنا أقدر أروح لهم ما يقدر يدخلوها، لأن أساءوا للناس وأساءوا للبلد وأساءوا لحاضر البلد، وسيسيئون إذا أعطيناهم مجال سيسيئون إلى مستقبل البلد. نفسهم أهل ساحات الاعتصام، نفسهم أهل القادمون يا بغداد، نفسهم اللي أفسدوا وأساءوا للسنة قبل الشيعة من خلال تمثيلهم في وزاراتهم، وأساءوا للدولة العراقية، وليسوا أصحاب موقف ولن يكون لهم موقف.